دواء الكحة الشهير ميوكوفيلين ليه موانع استعمال، وبالتالي لو انت عندك اي حاجة من الحاجات اللي هقولها دلوقتي دي تبقى ما ينفعش تستخدم الميوكوفيلين. اول حاجة، الميوكوفيلين بيتكون من مادتين فعالتين، مادة البرومهكسين هيدروكلورايد، ودي مادة بتقلل من لزوجة المخاط وبالتالي بتسهل من عملية طرد المخاط او طرد البلغم. وتاني مادة، مادة الاسيفيلين بيبرازين، ودي مادة مشتقة من مادة السيوفيلين، والمادة دي بتساعد على ارتخاء العضلات الملساء الموجودة في القصبة الهوائية وبالتالي سهولة التنفس. دول كده المادتين الفعالتين الموجودين في ميوكوفيلين، مادة بتسهل من طرد البلغم ومادة بتساعد على توسيع الشعب الهوائية وبالتالي سهولة التنفس. في موانع استعمال للميوكوفيلين حوالي 8 موانع استعمال او 9 موانع استعمال. اول حاجة، مرضى القلب ومرضى الصرع ومرضى السكري، دول ممنوعين من اخذ او تناول الميوكوفيلين شراب الا طبعا تحت اشراف الطبيب. تاني حاجة، مرضى عدم انتظام ضربات القلب، لان مادة الاسيفيلين الموجودة في الميوكوفيلين ممكن تعمل تسارع او عدم انتظام في ضربات القلب. رقم 3، الناس اللي بيعانوا من فرط نشاط الغدة الدرقية. رقم 4، اللي عندهم قصور شديد في وظائف الكلى ووظائف الكبد. رقم 5، ودي مهمة جدا، اللي عندهم التهابات او قرحة في المعدة، مادة البرومهكسين ممكن تزود المشكلة دي، ودي حاجة مهمة جدا من موانع استعمال الميوكوفيلين. اللي عندهم التهابات في المعدة او قرحة في المعدة ياخدوا بالهم جدا من الميوكوفيلين لانه ممكن يزود المشكلة دي. رقم 6، ممكن الميوكوفيلين يتسبب في ارتفاع في ضغط الدم فبرضو يتاخد بحذر. رقم 7، اثناء الحمل واثناء الرضاعة، برضو الميوكوفيلين من الادوية الممنوعة اثناء الحمل واثناء الرضاعة. رقم 8، الاطفال اقل من سنة. دي كده موانع استعمال الميوكوفيلين شراب. لو في حد عنده اي سؤال او استفسار بخصوص الميوكوفيلين او بخصوص اي دواء تاني يسيبهولي في التعليقات وان شاء الله ارد على كل التعليقات. شكرا ليكم، الى اللقاء.